سحر طبختها، كنور ورشتها. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست نكهات. لساتنا مستمرين معاكم بالمرحلة الثانية وقربنا كتير على المرحلة الثالثة، بس خلينا نمسي على الشيفس. مساء الخير شيف هلا. حبيبتي ديما، الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام بخير، كيفك أنت؟ الله يسعدك. الحمد لله. وشيف تيمور، بنحب بعض كمان أكثر من هيك. خلاص كيف حالك؟ منيح كويس. شو أخبارك شيف؟ أنا مبسوط الحمد لله. أنت أموركم تمام؟ 100% شيف، 100%. شيف علا، مين متسابقاتنا لليوم؟ المتسابقات اليوم رح يكونوا معنا قمر ومرام. أهلا وسهلا فيكم. يلا يا صبايا، أهلا وسهلا فيكم باستديو ست النكهات. هلا شعوري هاي المرحلة مختلف عن المرحلة الثانية، يعني أخذت شوي على الجو، كان الوضع أريح لأنه الوقت كمان أكتر شوي الحمد لله. أنا بالمرحلة الأولى استفدت بأنه أكون منتبهة لتعليقات الشفات وأخذ فيها يعني. أهلا وسهلا فيكم يا صبايا، نورتونا للمرة الثانية باستديوهات ست النكهات. أهلا فيكي. طيب يا ست قمر ويا ست مرام، القواعد تغيرت بالمرحلة الثانية، ومبروك انكم وصلتوا هاي المرحلة. الله يبارك فيك. يبارك فيك. لكن رح تصير كل مرحلة بتطلعوا عليها أصعب. المرحلة هاي بعد ما تعرفوا انتوا ايش المكونين السريين اللي محضريتهم الشيف علا، رح اعطيكم 60 ثانية تنقوا طبقين، واحد قبلات والثاني رح يكون طبق رئيسي. بس نخلص هاي المرحلة بخبركم الخطوة اللي بعدها. لكن نرجع للشيف علا أم الليث، إن شاء الله يكون اليوم مزاجك تمام وتحكي لنا إيش المكونين السريين. صراحة المكونين السريين اليوم، طبعا في مكون أنا بعتبره هو ملك في المطبخ. سكر؟ لا، قريب شوي. يعني كل بيت فيه المكون هذا، وكل ستات البيوت طبعا ما بيستغنوا عنه. اليوم اخترت لكم أول مكون اللي هو الطحين. تمام. والمكون الثاني رح يكون عندنا البطاطا الحلوة. تمام. كيف المكونات شيف؟ ممتاز. انه اليوم مش يومك شيف ام الليث، صعبين بس واذا حلوين. استغلوهم صح ممكن يطلع معهم حلوين. بطلع معهم. طيب 60 ثانية تبدا الان. ايش الاطباق اللي راح تختاروها معنا اليوم يا قمر ويا مرام؟ ابلش. راح اعمل بالبطاطا الحلوة بطاطا حرة. اوكي. وراح اعمل في الطحين البونلس بالصويا صوص والعسل ومعهم الباستا. بونلس تشيكن؟ تندرز يعني؟ تندرز مع العسل والصويا صوص. بالضبط. تمام، حلوين الوصفات. تمام. وأمر؟ أنا رح أعمل بالبطاطا الحلوة شوربة، ورح أعمل بالطحين استرغانوف. بيف استرغانوف. يس. حلو، لذيذ، حبه، ممتاز. مدام عرفتوا إيش الأطباق اللي بدكم تختاروها، زي ما أنتوا عارفين لازم تروحوا على الماركت. رح أعطيكم دقيقتين ونص تنقوا كل المكونات اللي بتحتاجوها لصناعة أطباق اليوم، وزدنا الميزانية من 15 إلى 20 دينار. تمام. جاهزين؟ إن شاء الله. أكيد صبايا. بدي أذكركم، آسفة شيف، بدي أذكركم بس باستخدام منتجات كنور وكمان البهارات والخلطات زي ما أنتم متعودين. هاي تاني مرة لكم بالمطبخ عنا باستوديوهات ست النكهات. إن شاء الله. دقيقتين ونص تبدأ الآن، تفضلوا. ما تنسوا المكونين المطلوبين منكم عشان ما تنسوهم. أسرع يا صبايا. دقيقة ونص. احمليها من تحت ولا اشتكلت منك. مش الحال. اوكي. برافو. 30 ثانية. أيوة. في خبز؟ 20 ثانية. خبزي في في زيت الزيتون. 15 ثانية. تحت هناك زيت. استقبل ثلاجة أمي. تمام. 10 9 8 7 6 5 4 3 1. يعطيكم العافية. ترين نسيتها. وجودك في البرنامج شيف تيمور هو عمود أساس، وأنت لست كطاولة في البرنامج. ست النكهات أحلى ستات. انزل شيف الصبايا. يلا يا شيف انزلي وطمنينا على الصبايا وعلى ميزانية الصبايا. كيفك مرام؟ مرحبا شيف. شو أخبارك؟ تمام. انت كيفك؟ شيف الميزانية اللي عندك؟ تمام.
كالبداية عنا الباستا. الباستا وعندي طحين. الطحين وعندي عسل. العسل. صويا صوص. صويا صوص وفليفلة ملونة. أوكي تمام. بصل أخضر بعد السلة عشان نحط. أوكي. بصل أخضر. كزبرة. كزبرة والمكون الرئيسي البطاطا الحلوة. بطاطا الحلوة وبصلة. تمام. وشطة. تمام. وزنجبيل. حلو. وثوم. أوكي. ودجاج. تمام. تمام. بكون هيك عنا المجموع ضمن الميزانية 9.5. أوكي مرام حبيبتي قمر. أهلاً. كيفك؟ تمام الحمد لله. المكون عنا هون الرز. تمام. خل. الخل. الطحين. الطحين شوي شوي. أوكي. كريمة. كريمة. زبدة. زبدة. مشروم. أوكي مع البصل والثوم. تمام. شو كمان؟ ذرة. ذرة. بطاطا حلوة المكون الرئيسي ال. أوكي من. أوكي. أوكي. والخبز. بصلة. واللحمة. اللحمة الستروجانوف. أوكي. شطورة. ضمن الميزانية. تمام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. حلو ممتاز. طبعا الأمور تمام. اوكي خلينا بس نشوف هلا صبايا قولوا لي ايش رح تستخدموا من المنتجات اللي عندكم من منتجات كنور. انا رح استخدم مرقه الخضار. حلو كتير. ممكن استخدم البهارات الجديده تاعت تتبيله البطاطس هاي كمان. اوكي ومرام ممكن اختار الخضار. مرقه الخضار. ممتاز يا قمر ومرام. الاختلاف في المرحله الثانيه عن المرحله الاولى انه غير انكم كنتم تسكبوا طبقين رح يكون معاكم 45 دقيقة مع السكب. إن شاء الله. إن شاء الله. وقت كافي. إن شاء الله. فكروا صح. بلشوا بالشغلات الصعبة. اخلصوا منها. وأنا والشيفات نتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله. شكرا شيف. يلا تفضلوا صبايا. شيف تيمور. ليه ما حبيت الطحين؟ معنى حسيت مكون بيشتغلوا فيه كتير. يعني لو تحط معلقتين على الصحن. ما أنا عشان يعني من زمان مع الشيف ديما بس حكيت الطحين أول شيء فكرت فيه معجنات. عشان البطنية. عشان البطنية. بعدين لا مش يعني بيقدروا يعملوا بشاميل بيقدروا يعملوا يبنوا صوصات. بالضبط بالضبط. يعني هو كمان يعتبر عامل مكثف لكتير أكلات هو. صحيح. صرنا طحين بالآخر. طحين. كويس كويس. كل شيء كويس منكم الليل. يا شيف لا بدك كوسة ولا بدك طحين. ولا بدك باذنجان. انا من الاخر انا من الاخر عم ولا بجاكر. ولا بدك بروكلي. عم ايش؟ انا عم بجاكر بس. اوكي. انا عم بجاكر. بسيطه. انتوا يعني انا دائما بحكي للمتسابقات شوفوا ادائكم، شوفوا وين حسيتوا حالكم، كان بدكم شغل، شوفوا مثلا كيف كنتوا انتوا في المطبخ، كل هاي الشغلات يعني. ودائما بنوه لهم انه لما تنتبهوا حالكم في التصوير راح تشوفوا ايش الاختلافات. هذا الكلام بوجهه لك انت وام النور. بس تتابعوا البرنامج في خلال شهر الفضيل، شوفوا انتم كيف كنتوا تحكوا مع بعض وتسولفوا، وانا كيف انا في يعني على طرف رح اتابعه انا. لا بدك تتابعي، بدك تشوفي خلص الشغل بسلم. لازم تشوفي الحب بينك وبين صدق شايف انت جزء لا يتجزا من الطاوله هاي. يعني حتى لو انك قاعد تعمل هو انا لا اتجزا من هاي الطاوله. انا والله واحد بهذا البرنامج. شف علي. لا انا قصدي خلاص قطعت من الليل. من الليل طلعت ترند طلعت يلا مش مشكله. احنا قاعدين على نفس الطاوله اكيد نتمازح. طيب نرجع المتسابقات ونقول لا قمر ولا مرام. مرق 5 دقائق والوقت معانا بطير بسرعه. مرام تمام. هاي الفليفله لوين مرام؟ للباستا. للباستا. وقمر يا قمر سوري وين وصلنا؟ شو عم نعمل؟ بدي اول شيء احط اللحمه على الغاز اقليها عشان ابلش بالاشياء الثانيه. بس مش عم احنا دائما بنقول انه البوينتس بنضلنا نحكيها بالبرنامج هي للتذكير يعني للمتسابقات للمشاهدين لإلنا حتى نحن انه دائما لما بدك تنزلي اي بروتين على الماده الدهنيه لازم تكون المقلايه والزيت عندك حامي عشان ما تخسري كل عصاره اللحمه وما تزنخ معاكي وما تروح كل النكهه منها. طيب نبلش بفقرة المجاكرة. لا المجاكرة بعد فقرة الإعداد. على فكرة الإعداد اليوم زهقانين حاطين بالسؤال. أنا معطيني ورقة مبارح الإعداد. أنا معطيني ورقة مباركة. ورقة مباركة معطيني مباركة. مبروك شيف تقبلوا النقد بالنقد.
مبروك شيف لوجودك معنا في البرنامج. شيف وجودك في البرنامج جزء لا يتجزأ. وجودك في البرنامج شيف تيمور هو وجود يعني هو أهم شيء. هو بس يضبط اللغة العربية عمود أساس، وأنت لست كطاولة في البرنامج بل أنت عمود أساس. سبحان الله سبحان الله الأداء سريع جدا. مش أقول إحنا ماشي. خلاص ما راح أخلص من هالقصة. سوء التفاهم أحيانا صعب إنه ينحل. أيوة خلاص إحنا هلا جاي شيف قرب يخلص البرنامج. الحرب من أول يوم. أنا بتحدث عنه من بداية الموسم إنه في تقارب محبة بين علا وديما لدرجة من أنا والطاولة واحد سرت. طب هات لك سؤال ظريف من أسئلة الإعداد. يلا من أسئلة الإعداد. الإعداد بقول أعطيني يعني آخر أعطيني آخر نقد بناء أجاكي على شغلي بالطبخ ولا على شخصيتي بشكل عام؟ مع أنه أنا عندي جواب بس أشوف إيش رح تجاوبي. بس والله عن جد بأخذ بالنقد. يعني أنا مثلا من الناس اللي كتير لما يكون عندي ضغط بالشغل بنعجق وهيك بحس حالي مش ملحقة ومش قادرة أعمل إشي، خلاص ما بدي أعمل ولا إشي. فلما بنحكى معي هيك كلمتين إنه لا بتقدري وبتلحقي وأمورك بهدى بسمع. أنا بحب تحكي شيف ديما على موبايلك على الوول بيبر شو حاطة عليه، عشان هذا يعتبر نقد بناء. فإذا بتحبي تورجي ما مش حيقرأوا المشاهدين بس حلو يشوفوا الصورة يعني. يعني ولا شيء. أنا يعني هيك وعدت نفسي هاي السنة ببعض التغييرات بشخصيتي، وفي أحد الأشخاص نصحني إني أحطها على وول بيبر على تليفوني عشان كل يوم أذكر حالي. حلو. كل يوم بذكر حالي وبنسى بالليل. حلو ما عشان هيك بدي أضيف هاي الورقة اللي دخل فيها. شوف أم الليث. نعم. نقد بناء. أنا بحب النقد البناء. النقد اللي بحبه وبستمتع فيه اللي بيجيني في الكومنت تحت أي مثلاً فيديو بصوريته، بحب أسمع آراء الناس. يعني بستمتع باللي بكتب لي الإشي النقد الإيجابي، بحسه عن جد بغير من الواحد. فبالعكس أنا مع النقد البناء وضد النقد أو إنه التنمر. ممتاز. على سبيل أحكي لك نقدين، ونقدين تنمر مش بنائين. يعني ناس تنمرت فيهم عليك؟ نعم. أوكي. بتنمروا على إذا بدخل على مكان لأول مرة فكوني شايف حالي. والنقد الثاني صوتي. إيش ماله؟ مش عجبه شو أعمل لك يعني؟ أوكي. صوتي بيعتبروا ما بنقدر نرد الكل يا شفتي. يعني نبرته واطية. مش قادر أعرف. اتحدد. بس يعني قمر يا قمر. عيونها. يسلموا لي عيونك حبيبتي. وين وصلنا؟ عم بقشر البطاطا الحلوة عشان أركبها. أوكي. اللحمة قليتها، عم بقلي البصلة كمان والتومة عشان أقليهم على الماشروم عشان أخلطها مع اللحمة عشان أحط لهم الطحين عشان أسوي الصوص تبعهم. ومرام يا مرام وين وصلنا يا مرام؟ شوف أنا هلأ عملت الخضار تبعت الباستا وحطيت المي عشان أسلق الباستا وعم بحضر لخلطة البطاطا الحارة. حلو. صار مارق معانا من الوقت 17 دقيقة. أوكي. عمرك شيف تيمور أو شيف علا جربتوا البطاطا الحلوة بأطباق يعني طعمها حلو؟ صراحة أنا البطاطا الحلوة أغلبيتها شوي وممكن مع صينية الخضار. بس انه كطبق حلو بدخل بالحلويات. مش عارف اذا جربتها بزي الابل باي. هي سويت بوتيتو باي. سويت بوتيتو بظن جربتها مش متاكد مش متذكر مع قرفه. كيف؟ مش متاكد. طبعا حبيت. وبتعرف في وصفه ثانيه شف علا بيقدموها مع التركي اللي هي مع المارشميلو. صحيح. اذا عمرك ذقتها كمان طيبه كثير. بيعملوا حشوه معها صح. هاي هي عم بحكي عنها. هاي طيبة كمان. هاي بحكي عنها. بعدين بيحرقوا المارشميلو من فوق. بيحمصوا بيضيفوا بيكان أو جوز. يعني هي لها فوائد عديدة على فكرة. نعم. مع إني أنا مش من الناس اللي كتير برغبها. بس مرات بأكلها عشان الفائدة. يا سلام على الروايح الطيبة.
أنا تعليق اليوم على الحلقة أنه ما حبيت المشتركات التنتين اليوم هدول يكونوا ضد بعض، لأنه صراحة كتير شاطرين في الطبخ، كتير حبيتهم في المراحل الأولى، وتمنيت أنه كل واحدة أنه يكونوا مع متسابقات ثانيات حتى يتأهلوا أكثر للمرحلة الأخيرة. شو شف؟ ما سمعناش صوتك اليوم، ما سمعنا صوتك من المرحلة. ما رح أعلق. ليش؟ أنت ومن الليث خليكم مع بعض سولفوا وفتحوا مواضيع، خلينا أنزل أتفرج على الشفات. اهلا شيف. المرحلة الثانية. اهلا فيك. الحلقة نايمة. بدي اسمع اصوات تكسير، كنت تطلع على المرحلة الثالثة. يلا خلص. ايش عندي هون؟ عندي باسة نزلت، ممتاز. عندي زيت. وهون عندي طبقة جاهزة. خلطة الباستا هاي. فيش وقت مرق نص الوقت. يلا شيف. بتشدي حالك يا مرام. 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 وجينا عند قمر. تحب تذوق؟ بصل بدك ذوقيني؟ لا انا هارب من الشفات عشان اجي عندك كل بصل. بدكم تعطيني بصل؟ مجننكم؟ شو هالعنصرية؟ مجننكم هو؟ شدي لي حيلك، اللحم بلشت تاخذ لون، الرز بده وقت، والمشروم شدوا حيلكم مرحلة ثالثة. كله تمام ان شاء الله. عم بتقلبوا على ال 11,000 دينار. 11,000 دينار يا جماعة. يلا يا مرام ويلا يا قمر. مرق معاكم نص الوقت، ضل معاكم نص الثاني. خليكم معنا مشاهدينا الاعزاء لا النص الثاني من المرحلة الثانية من برنامج ست النكهات الموسم 11. أهلا وسهلا. أهلا بالصحبات والحبايب. أهلا وسهلا. هلا والله. كيف حالكم؟ الله يخليك. سحب الكرسي. انا نكد. انت حكيت شيء ايجابي. نكد. هلا صار يحكم احلى ريحه الرز. آه انجزتوا. انت تيجي توترنا بس. ست النكهات احلى ستات. ايوه يا قمر، وين وصلنا؟ الرز صار على الغاز والشوربه قربت تستوي عشان اهرسها، تمام، واللحمه قربت تتخلص، وهلا راح اعمل الصوص تبع المعشوم. حلو كتير. والبطاطا الحلوة شو وضعها؟ لسه ما استعملتها شوي. أوكي. ومرام؟ نعم شيف. خلصتي خطوات الباستا والدجاج؟ تقريباً الباستا عم تنسلق وخلطتها جاهزة تقريباً، والدجاج بدي حميت الزيت عشان أقليه فيه، وعم بقطع البطاطا الحلوة وخلطتها تقريباً جاهزة. تمام. مرام شو بدك تحطي بهارات على البطاطا؟ رح احط كزبره ورح أوكي. احط تومه ورح احط ليمون وشطه. رح تستوي معك بالفرن؟ لا ما رح احطها بالفرن، رح اقليها قلي. اوكي. ديري بالك ايديكي بس كفوف. صبايا ضل معانا من الوقت 15 دقيقة. 15 دقيقة؟ السلام عليكم. كيفك يا حلوة؟ أمور تمام إن شاء الله. اليوم عملت بالمكونين الأساسيين الطحين استروغانوف والبطاطا الحلوة، عملت فيهم شوربة. الشوربة قليت فيها بصل مع زبدة مع تومة، بعدين قليت معها البطاطا الحلوة بعد ما قشرتها وقسمتها وغليتها. بس استوت البطاطا عملتها بالبلندر، هرستها وضفت لها ذرة حلوة وضفت لها كمان كريمة. أما الاستروغانوف شو عملت؟ قليته بمقلة لحال اللحمة، والبصل والتوم مع المعشروم بمقلة تانية عشان أكسب الوقت، لأني من هديك المرة تعلمت عشان اكثر من مقله استخدم عشان اخلص اسرع. اوكي. ونقعت الرز دغري، وبعديها ضفت الصوص واللحمه كلياتها طبقتها على المعشروم مع البصل، وبعديها فلفلت الرز وبلشت اسكب الاكل، واخر شيء تذكرت الخبز قليته على السريع وحطيته مع الشوربه. على سيره التنمر، بتحسي المخرجه متنمره؟ بصراحه البرنامج كله تنمر في تنمر. المعده متنمره، المخرج متنمره، الشفات متنمرين، حتى المتسابقات
المتسابقات خلف الكواليس متنمرين عم بتنمروا عليه وأنا بالآخر فوق كل التنمر اللي أنا فيه وكل حدا حوالي متنمر بالآخر طاولة. طيب شيف علا ما بدك تطلي لك طلع الصبايا؟ أكيد. ليش بطلي أنت وشيف؟ ولو صار دوري أنا أطلع. ليش بطلي أنت وشيف علا مع بعض؟ عنجد تنزلوا مع بعض هيك صحبات عشان شيف تيمور هيك صحبات مع بعض كيف وشو أخبارك وطمنونا جيبوا له فنجان قهوة جديد جاهزين انزلوا يلا يلا هاي جيكو صحباتكو جاي عندكم أهلا وسهلا حنين أنا شوف مرام أهلا شيف مرام حبيت إنك رح تقليها لأنه أكيد ما رح تستوي معك أكيد الفرن. لأنه ما ضل وقت معي حبيت والسلام والخضار نشوف الوضع عند أمر قمر. مرحبا يا أمر أهلا وسهلا والله أوكي عملتي المشروم صوص وقليتي اللحمة تمام حلو أنك قليتيها على دفعتين بدي أعمل هلأ الرز رز لا بدي احط لها كريمه شوي هون رح احط لها ماسترد ورح احط لها البهارات اللي هي شويه خال اوكي وفلفل اسود وعم بتدوقي قمر هاي بدي ادوق هلا مرام الله يسعدكم انكم تدوقوا خلال مراحل الطهي كلياتها حبيت نكهه الرز ايش حط عليها بس زبده زبده تمام الأمور تمام كثير أنا بدي أشوف شغلي بس أيوة هل المشكلة؟ قاعدة الكرسي؟ مش قاعدة كل ساحة الكرسي سبحان الله اللي خطيه ساحة الكرسي أنا كان جبالي يعني إذا قعدت بيناتكم كيف ممكن تكون الحلقة؟ يعني كيفكم تتواصلوا مع بعض؟ هيك عادي يعني يعني مثلاً هذا أكبر إثبات يعني شوف أول ما قعدت على الكرسي ملامح وجهك وتغيرت بس بالله ما حسيت في باور بهذا الكرسي لا ولا في اي نوع باور انا مسامحك فيه الكرسي شيف تفضل يا من اول ما قعدت ام الليث حتى ما ابتسمت لي ابتسامه اعطتني ام الليث وانت زعلتي اني قعدت في النص ولا زعلت ولا والله اسمع ولا فرقت هلا انا تعمدت وقعدت على كرسي شيف ديما لانه كنت حاب اشوف ايش ممكن تكون ردة فعل لانه هم دائما مع بعض وانا الطرف الثالث حتى الكرسي يعني بدوش يعني في البرنامج يعني قعدنا على كرسي سحل الكرسي سؤالي كان لقمر ومرام بلش مع مرام مرام كيف كان شعورك لما نزلوا عليك الشيف ديما والشيف علا مريحة بصراحة مريحة صح هيك نزلي داخل فيها دفى فيها دفى شوي الحمد لله حزب نسائي ويا قمر يعني تعرفي اول ما طلع شوف الابتسامة على وجهك يعني حافظ النسوان يعني معروفة بس نزلوا عندك شوف الابتسامة يسعدهم طلتهم يا جماعة شكرا لك يا لما انا نزلت انت حكيت شيء ايجابي انت حكيت شيء ايجابي هلا صاريحكم احلى ريحه الرز انجزتوا انت تيجي توترنا بس لك هاد جد الكل قالب عليه كل حدا قال اكيد هم يقلب علي انا الشاب الوحيد في البرنامج وعشان هيك بايل معاكم 6 دقائق يا مرام ويا قمر لو وصلك مسج غير لطيف على السوشيال ميديا بترد او بتطنش او بتعمل بلوك برد بطنش بعمل بلوك انا بصراحه مسج مش تعليق يعني مسج مسج او تعليق زمان كنت ارد بس اكتشفت انه بيستمر الموضوع اخذ وعطى فهمت علي كيف بيستمر الموضوع وليش وكيف وكم وقديش فخلص اذا يعني واحد مش حاببني الله يسامحك وانتهى الموضوع ما بتبلك ليش أبلك؟ هو رح يستمر لا خليه ما في داعي شوف ولا هلا أنا برد في حالة واحدة إذا كان من التوب فانز بهموني يعني بحاول أفهم إنه ليش بعتوا هيك أو أوكي. ليش حكيتوا هيك وهو ببين على الصفحات بس أما إذا كان شخص غريب أول مرة بشوفه أو إنه هيك لا بلوك أنا بحس كونكم سيدات بحس تنتقدوا أكثر من السيدات يعني من جهة السيدات نعم من جهة السيدات خاصة في الطبخ يعني إذا بتعمل وصفة مثلا بحس بنتقدوكم في نقد بس إحنا حكينا مع النقد البناء مش مع هلأ إجمالاً أنا برضو إذا مسج هلأ مش عم بحكي تعليق تعليقات بيجي كتير بس مسجات يعني على الإنبوكس تبعي إذا فيه غلط برد بعدين ببلك حلو
أنا راح أعمل راح أعمل صفحة وهمية بعد برنامج ست النكهات وأبلش فيكي أنت و... لا لا يلا طيب عملت الطبق الرئيسي اللي هو جاج تندر بالصويا صوص والعسل، جنبه عملت الباستا بالخضار برضو، وعملت الابيتايزر اللي هي البطاطا الحلوة بطاطا حرة عملتها. تمام، البطاطا الحرة قليت البطاطا، قطعتها مكعبات صغيرة وقليتها، وحطيت لها الخلطة تبعتها اللي هي كزبرة وليمون وشطة حمراء وملح وتوم، وبعد ما قليت البطاطا غلفتهم بالسلطة تبعتها، والجاج عملت قطعته مكعبات صغيرة، غلفته بالطحين والملح والثوم بودرة والبصل بودرة والزنجبيل بودرة وقليتهم، وبعد ما قليتهم غلفتهم كمان بصوص الصويا صوص والعسل وزنجبيل وثوم وعسل. والباستا قليت سلقت الباستا وعملت لها الخضار على جنب اللي هي البصل والفلفل ملونه وثوم وزنجبيل وصويا صوص برضه وعسل، وحطيتها على الباستا. قمر ومرام ضايل معاكم اخر 3 دقائق. يلا يس صبايا، بدنا نحاول نذكركم للمرة الأخيرة، مع إنه يعني خلص ما ضل كتير وقت، إنه طبعاً في علامات على نظافة الستيشن اللي قدامكم، زي ما هو في علامة على الطعم والإبداع والكمية وتنظيم الوقت والميزانية، مهمة كتير عندنا النظافة. مرام إيش بدك تعملي في الجاج؟ بدي أقليه بس عم بستنى الزيت، حطيت قلاية تانية. بس بدك تستعجل شوي. دقيقة وخمسة واربعين. سخن الزيت مرام. سخن. يلا تمام. دقيقة ونص. بس اوعيك ايديك يا حبيبتي عن الزيت. دقيقة وخمسة عشر ثانية. مرام وقمر يلا شيف عم بسكب. ضايل الآخر يدلي يدلي 55 ثانية. ايش يا أمال؟ أمور تمام بس عم بسكب، بس عشان أسكب مرتب ونظيف يكون، فما بديش أعجق حالي على رواق إن شاء الله. أربعين ثانية عشان بورشن يكون نفس الحجم كمان، ما يكون حد أكتر من الثاني. 30 ثانية. عشرين ثانية. مرام وقمر آخر 10 ثواني. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. يعطيكم العافية، كملوا سكب علشان نشوف مين اللي راح يطلع معنا على المرحلة الثالثة من برنامج ست النكهات الموسم 11. اللي راح تنتقل معنا للمرحلة الثالثة من برنامج ست النكهات هي ست النكهات أحلى ستات. كتير حبيت أطباق المتسابقات اليوم، وحبيت أدائهم وحبيت ثقتهم بنفسهم بالمطبخ، ولكن مرام أنا شوي يعني قلقت لما شفت قدي عندها خطوات، لأنه هي عندها كان تغليف الدجاج، تعمل الصلصة، تحط الدجاج بالصلصة، تسلق الباستا والبطاطا الحلوة برضو قلي، وبعدين ينعملها الخلطة، ففي خطوات.
بس بصراحة أفكارهم كانت إبداعية. يعطيكم العافية صبايا، أطباق حلوة كتير، صار وقت نتذوق ونشوف الطعم كيف. رح نبدأ بأطباق مرام. مرام يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا أول شيء رح أحكي لك يا كثير حبيت فكرة أنك عملتي بطاطا حرة بالبطاطا الحلوة. حلو بصراحة، برافو عليك. بس هلأ رح أعطيك إياه هو نقد بناء. تمام. أول شيء رح أحكي معك في ألوان الأطباق، كان بفضل تختار الألوان غير الأبيض لأنه عندي فواتح. هذا واحد. تنين في شغلة ثانية مهمة بالبطاطا الحرة، أوكي، لازم تكون أنت تقطعي المكعبات تبعت البطاطا بشكل متناسق عشان ممكن في أشياء بتنقلها بنفس الاستوى زي ما بيقولوا. صح. والشغلة الثالثة بتميز البطاطا الحرة انه هي مقلية بس لازم تكون شوي مقرمشة من برا. هلا البطاطا الحلوة حلوة الفكرة بس خسرت هذا الاشي عندي. المكون الثاني اللي هو الطبق الرئيسي، انا حبيت كيف انت يعني فعلا دمجتي كل المكونات مع بعض بس ما دمجتيها بالاخر، يعني انت خلطتي كل اشي مع بعض بس ما خلطتي لي بالصحن. شوف، هو فكرة الجاج هذا لحاله وهذا لحاله. صح؟ بالضبط. حلو لو انه فهمت شو قصدي؟ يعني حلو تخلطيهم كل المكونات مع بعض. الطعم هخلي الشيف ديما والشيف علو يحكي عنه. يعطيك الف عافية مرام. الله يعافيك يا شيف. تسلم ايدك. شكرا. الاطباق كثير متعوب فيها وكثير شفتك اشتغلتي فيعطيك الف عافية. شكرا كثير. يعني ما اخترتي انت طبق سهل. الله يعافيك. أنا ما رح أعلق على البطاطا الحرة لأن أنا بحبها وكتير حبيتها، وأول مرة صراحة بجربها في البطاطا الحلوة، دائما بعملها في البطاطا العادية. بس بالنسبة للطبق الباستا يعني أبدا مو مستوية، يعني هي مستوية بس بدها كمان شغل. الصوص اللي عمليته شوي مالح، يعني حسيت في ملوحته، و كنت هيك يعني لو انهم يكونوا هيك المكس بيناتهم اقوى من هيك. بس على العموم يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه يا مرام. مرام انا بحب لما الواحد يكون عنده ابتكار بالمطبخ، انت عندك ابتكار، يعني فكره البطاطا كثير لطيفه. هلا انا بدي اسالك عن الصلصه، انت بعد ما غلفتي الدجاج عملتي صلصه متكونه من صويا صوص وعسل وثوم وزنجبيل. هلا المفروض اني احط زبده بس. اوكي. دقتيها قبل؟ الصلصة لا ما دقتها. هي مايلة للملوحة زيادة. هي دائما الصويا صوص لأنها مالحة كتير، بدك تديري بالك خصوصا إذا متبلة الجاج مثلا بملح وحاطة توابل وبعدين حاطة صويا صوص، بدك تقدري تعادلي بين الصلصة والتوابل. بس بصراحة كتير طبقك مبتكر. شكرا. وكتير حبيته. يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. مرام الطبق اللي اختارته حسيته بده خطوات كثير، فهو هذا اللي أخرها في الأخير، مع أنه فكرة الطبق تبعتها كثير ممتازة ومن الأطباق اللي كثير إلها شعبية والناس بتحبها. يلا رح ندوق أطباق أمر. عندنا شوربة البطاطا والبيف ستروغانوف. قمر تفضل. كيف حالك؟ صحة وهنا. تمام. طيب فكرتك برضو، يعني انتو التنتين اليوم صراحة بدعتوا بالبطاطا الحلوة. صحة وهنا. واحدة طلعت بطريقة طهي شكل وانتي حبيتي، انا حبيت الشوربة. صحة وهنا. بس عندي سؤال لك، حطيتي قرفة؟ يس، رشة على الوجه خفيفة لأن البطاطا الحلوة بدها قرفة. معاكي بس انت ما بتحبها؟ لا، ما هو حسب يعني دكتيها؟ لا انا نتفه صغيره بس ما كترت لانه طعمها كثير قوي فما بقدر اكتر شوي. حكيش علي، مش نتفه صغيره هي. انت ما بتحبها كل وجه عليها قرف. ضحك علي انت. انا عم بجرب الصح. هي على الوجه رشيت صح. طيب شغله ثانيه بدي احكي لك اياها، انا حسيت يعني الالوان جميله. صح وهنا. اوكي، بفضل اي شيء مرق نحط فيه بوله. صح كلامك. اورايت، عشان انا اسكب على الرز زي ما انا بحتاج.
كمية الرز شوي زيادة، بدك تكوني مركزة بالضبط بالكميات أنت بتحطيها في الصحن عشان إذا بكرة قررتي تفتحي مطعم ما تخسري. الشغلة الثالثة بدي أحكي لك إياها، لما بدك تزيني بأي إشي فيه ألوان وخاصة البصل الأخضر استعملي العرق الأخضر فقط مش العرق الأبيض. ما أنا طلع مش كويس من فوق عشان يعطيك العافية. صح بتحكي أنت، صح. وهنا يعطيك ألف عافية قمر، تسلم إيدك. طبعا البطاطا أنا كتير حبيتها ورشت القرفة، صراحة أنا من الناس اللي بحب كتير القرفة مع البطاطا. بالنسبة للستراغانوف حسيت شوي لحمة شادة، بس على العموم تسلم إيدك، حبيتهم. يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية قمر، شوربة إبداع. صح وهون حبيبتي. وفكرة الخبز المقلي جنبها رائع. البيف ستراغانوف رح أعطيك تعليق واحد. هلا أنت الصلصة كانت عبارة عن كريمة وماسترد، إيش حطيتي؟ كريمة وماسترد ومرقة الخضار، كان بدي أحط مرقة لحم ما لقيت. عيار الماسترد شوي زيادة بس، يعني شوي زيادة صغيرة، لأنه دائما الماسترد فيه أنواع عديدة بالسوق، في أشياء بتكون طعمتها أقوى من أشياء. أوكي. الواحد دائما يدوق حتى يعدل الطعم، بس صراحة بدعتي، يعطيكم ألف عافية. صح وهنا الحمد لله، كنت راضي عن الأطباق اللي قدمتها، كان شكلها مرتب، يعني لو كان معي وقت أكثر ممكن يكون شكلها كتير أرتب. المكونات السرية هي مو صعبة بس بدها شغل، كان بوصفتي يعني خصوصا اخترت أنا وصفات بدها شغل وبدها وقت. طيب زي ما أنتوا عارفين مرام وقمر في نقاط تحتسب على ست بنود، طعم وإبداع وكمية ونظافة وتنظيم الوقت والميزانية. إذا رح تجمع هي النقاط الأعلى هي راح تنتقل معنا للمرحلة الثالثة من برنامج ست النكات موسم 11، موسم الكرم والضيافة. راح تنتقل معنا للمرحلة الثالثة من برنامج ست النكات هي قمر. ألف مبروك. مبروك يا أمر. مرام ومرام يعطيك العافية، بدعتي بصراحة معنا كمان اليوم. ولكن هاي هي شروط المسابقة زي ما بنحكي دائما، بيكون في معنا رابح وأكيد معنا خسران. توقعت النتيجة لما هي تأخرت بالوقت، البنت تأخرت كتير بعدي بالوقت بصراحة. أول أنا خلصت اليوم الحمد لله على الوقت، هي ببعدي بوقت كتير كبير. النتيجة كانت عادلة، كونه منافستي يعني أطباقها كانت سهلة ويعني سهل ممتنع، شغله سهل وطبعا هي مبدعة بالمطبخ. منبارك لأمر عشان رح تتأهل معنا للمرحلة الثالثة، ومنراكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد. إلى اللقاء، ألف مبروك حبيبي. لا ما تزعلي.